أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. أمسية جميلة في هذا اليوم الخريفي بامتياز. أتمنى أن تكونوا بخير وسعادة أينما كنتم متابعي قناة أناقة أنثى. موضوع اليوم قصة حقيقية صارت بمدينة اللاذقية. قصة بتحكي وجع وبتحكي شهامة وبتمنى تنال إعجابكم. بدعوكم للمشاركة أو للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الموضوع: واقف الصبح عم اشتري مسبحة وفول من أحد المحلات، مرق طفلين من جنب المحل وطبعا روايح الفول والحمص فايحة لبرات المحل. يوم جمعة وعجقة الصبح على هالأكلات الشعبية. قرب طفل منهم لعند البياع وطالع 200 ليرة من جيبته ويمكن ماما وغيره، وقال له: عمو أعطيني 100 ليرة مسبحة ورغيفين خبز. هون البياع اضحك بسخرية وجاوبه: عمو ما بدك الكمالي فوقن كمان؟ هون الكل اضحك إلا صاحب المحل يلي كان واقف برا المحل عم يدخن سيجارته. فجأة فات على محله ونادى للطفل مع نظرات غاضبة تجاه الشغيل المسؤول عن البيع، وكمل حديثه مع الطفل المقهور. سأله: شو لازمك عمو؟ هون الطفل خجل ما قادر يحكي لأنه خايف يضحكوا عليه مرة تانية. طلب منه صاحب المحل بإصرار وإلحاح لحتى يجاوب أنه بده 100 ليرة مسبحة. هون صاحب المحل فتح البراد وطالع علبة مسبحة مع كيس مخلل وحط له بالكيس كم رغيف خبز، وأخذ منه 200 ليرة ورجع له 100 ليرة للطفل بحجة أنه حقهم 100 ليرة. بس لحتى ما يحس الطفل بشي أو تنجرح مشاعره ويصدق أنه شعر الأكل بماله، وانتظر صاحب المحل لحتى مشي الطفل وبهدل الشغيل يلي واقف على البيع ونبه عليه يبطل استهزاء ومسخرة على الناس. واحد من الزباين الواقفين اتبرع بدفع حق المسبحة، بس صاحب المحل رفض وجاوبه بطريقة كتير حادة: أنا كنت بتمنى منك ما تضحك على الولد، أفضل من أنك تدفع عنه بعد ما راح. شغيلي غلط بتصرفه، بالنهاية هذا طفله ما غلط ولا تسول، بالعكس اشتهى أكله وطلب يشتري على قد المصاري يلي معه إلو لرفيقه. بهيد الحالة نحن رح نتذكر أنه بالأوقات الصعبة اللي عم بتمر فيها سوريا وارتفاع أسعار الأسعار الرهيب اللي صار في عنا فقر، كتير حلو هيك اللحظات الإنسانية إنه نوقف مع الناس الطيبة اللي ما قادرة تشتري ولا قادرة تدفع حق الأكل، لأنه عن جد وصلت سوريا لهيدا المحل. للأسف نكون إنسانيين، نوقف بمحبة معهم، نقدم لهم. وهيدا المحل أنا ما بعرفه بس جوزي بيعرفه، قال لي محل موجود بالشارع 8 آذار. أكلت فيه مرة، محل كتير نظايفي، أنا ما عم بعمل له دعاية، بس الموقف اللي عمله كتير إنساني مع هيدا الطفل ومع كتير ناس. أنا سمعت القصة وزوجي أكد لي الفكرة وحبيت أنقلها لكم بسردات أناقة أنثى حتى ننشر الخير وين ما كان بأي مكان مع أي حدا ممكن نحن ما بنعرفه، بس هيدا خينا بالإنسانية بكون أحيانا بحاجة لكلمة حلوة لطبطبة، بكون بحاجة لمساعدة مادية أو معنوية. ما تبخلوا، الكلمة الحلوة صدقة. كيف بقى الواحد يتصرف بإنسانية مثل ما وصانا رب العالمين وأكيد بكل الأديان؟ ما رح نخصص دين. بتشكر متابعتكم أصدقائي،
وبتمنى تكون عجبتكم اليوم سردة أناقة أنثى. بدعيكم مرة تانية الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أكيد هالقصص موجودة وين ما كان، أو حلوة نصير لها. دمتم بمحبة أصدقائي.